أولا أي واحد يريد أن يأتي للمدينة يعلم أنها حرم، واعلم أنها لا ينبغي أن يعمل فيها المعاصي، ويعمل أن مجيئه لها نعمة أعطاها الله له، فينبغي أن يشكر النعمة بأن لا يعصي الله في المدينة، وأن يتأدب مع أهل المدينة، وأن يتعدب مع من يأتي للمدينة من الزوار، فلا يزاحم ولا يؤذي الآخرين، ولا يأتي متأخرا ويدعس على رقاب الناس، ولا يجد محل ضيق فيجلس على الآخرين، ولا يتكلم بكلام لا يليق، ولا يرفع صوته على المصلين والقارئين. فينبغي لمن جاء للمدينة أن يتأدب. وعمر لما سمع اثنين يرفعان أصواتهم في مسجده نداهم وأراد أن يؤدبهم، فقالوا نحن لسنا من أهل المدينة، قال لو كنتم من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. فلا ينبغي للمسلم أن يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبره، لأن الله تعالى يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فينبغي أن يتأدب معه ومع سنته، وأن يقدر المسلم هذا المكان تقديرا يجعله يستقيم ويبتعد عن المعاصي ولا يؤذي الآخرين.